السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي اللي بتشرف بيهم دايما في قناتي انا وحياتي. اقدم لكم اسعار الدولار والعملات في البنوك والسوست وده اليوم الاثنين 14/2023 على مدار الساعة وعلى مدار اليوم نستعرض اسعار الدولار والعملات. فضلا وليس امر اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. اولا اسعار الدولار والعملات في البنوك: الدولار الامريكي 31.1 جنيه، اليورو 33.76 جنيه، الدينار البحريني 82.25 جنيه، الدينار الليبي 6.46 جنيه، جنيه استرليني 39.38 جنيه، دينار كويتي 100.44 جنيه، دينار أردني 43.71 جنيه، ريال عماني 80.53 جنيه، ريال قطري 8.52 جنيه، درهم إماراتي 8.44 جنيه، ريال سعودي 8.27 جنيه. أسعار الدولار في السوق السوداء كما ذكرتها موقع التواصل الاجتماعي اللي شهدت ارتفاع آخر في أسعار الدولار في السوق السوداء: الشراء سجل 48.58 جنيه، وسجل البيع 48.81 جنيه. بشكر حضراتكم جدا دايما وجودكم في قناتي انا وحياتي، شرف كبير لي. في الختام دايما اسال الله لكم الخير كله يا رب، عاجله واجله. دمتم في امان الله.